ضربة حرة مباشرة لفريق الخنساء في الدقائق الأولى. حسن نجم سيطر على الكرة وخطأ الصفراء بطاقة الصفراء لأحمد غنام حسن إلى جهة من أحمد يروح حمود يلعب أحمد وإلى أحمد إلى نصير شاكر نصير يلعب يا نصير إلى حدار وتصفر الشوط الأول بيتقدم قريعة شبيعة الفاحل سجل عمد حكم المباراة في الشريط المقبل كابتن عبد الكريم ويعلن سافرة البداية لفريق شباب الخنساء مرتضى حيدر حسين حيدر إلى يلعب الكرة من جدار أحمد خضير يقطع الكرة بطل أحمد ممتازة حسن مجيد ولي خارجه في هذه المباراة ونقله بعد اللقطات نقل مباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك على نهاد أردن يراني أحمد جميل جول عدنان الخلوق الجميل المتألق يحصل على انذار الاحتراز على حتى أحمد ناصر حيدر عادل على التنفيذ يلا يا حيدر ويعكر احمد ناصر جول احمد وين يا احمد وين اللي احنا رقم 8 في مباراة اليوم اللي احنا كنا حلو حيدر حسين حيدر حسين يلا يا حيدر حيدر تنزيل حلو جول الله حلو حيدر ترك الموقع الكرة لعب حردان جول حيدر و Yes.
نصير العب يا نصير بعد خطا نصير شاكر ويسجع يا غانم احمد الى غيرها نصير العب يا نصير نصير علي نصير غانم غانم ونصير و ثلاثين بعد ما يطلع اذا حطها اعطى وراء ما يطلع ضربت راس مراد تلعب الكرة خطرة جول حطها باسم أحمد ناصر أحمد ناصر بعد خطرة ناصر شاكر طيب عادل من الأمام حيدر حسين إلى ناصر شاكر ديفان ديجو شاكر ما استفعنا فريق الخمسة سفر ضربة حرة مباشرة لفريق الخمسة أكرم حميد أكرم ضربة راس أحمد واعتقد ممتازة حلوة الآن إلى جهة اليمين أحمد جميل غانم أحمد هجوم التدة وخطرة التدة وعلي خطرة حسن مجيد حسن الدقائق الأخيرة مبروك لفريق الشباب لتأهل إلى نهائي بطولة الخمسة فألف مبروك وهارتك لفريق الخمسة لقاءات الأخرى نلتقيكم إن شاء الله ونتمنى التوفيق لكل الفريقين.